فيلمنا بيبدأ وقت ضرب القوات الألمانية الجوية لبريطانيا واستمرار الحرب بينهم، وكانت الأهالي هم اللي بيقعوا ضحايا بسبب القصف اللي بيحصل على بيوتهم، وبيكون في عيلة مكونة من 5 أفراد، ولأن الأم كانت مرعوبة عليهم بمجرد ما بيحصل أي قصف قريب من بيتهم بيستخبوا في أقرب ملجأ ليهم، ولكن الابن الثالث إدموند بيرفض إنه يستخبى من غير ما يكون معاه صورة والده المتوفى في الحرب، وبيجري بيتر أخوه الكبير وراه عشان ياخده بالعافية من البيت، وبيروحوا لإخواتهم لوسي وسوزان وبيفضلوا مستخبين لحد ما القصف ينتهي، وبتلجأ مامتهم انها تبعتهم يعيشوا في بيت بعيد عن مسار القصف، وبيكون الاستاذ كريك صاحب البيت متطوع لمساعدتهم واستقبالهم. وبعد ما بيسافروا لمكان البيت بيقابلوا كبيرة الخدم السيدة ماكريدي اللي بتقول لهم قوانين البيت اللي يمشوا عليه، وانهم لازم يكونوا هادين ومفيش جري في البيت وممنوع لمس التماثيل التاريخية، والاهم ان محدش يزعج الاستاذ كريك. وبيجي الليل وبيحاولوا كلهم انهم يطمنوا لوسي اختهم الصغيرة ان مامتهم بخير ومفيش حاجة هتحصل لها، وبتعرض لوسي عليهم انهم يلعبوا استغماية هم الاربعة، وبيكون الدور على بيتر انه يعد لحد 100 عشان كلهم يستخبوا، وبتفضل لوسي تدور على مكان تستخبى فيه في كل البيت لحد ما بتدخل اوضه فاضيه ما فيهاش غير دولاب صغير، وبتقرر انها تستخبى فيه جوه الدولاب وسط الهدوم، وبتدخل الدولاب وبتفضل ترجع ورا بين الهدوم لحد ما بتلاقي ان في مكان كبير جدا وراها والتلج مغطي كل الاشجار الموجوده حواليها، وبتلاقي نفسها بعدت عن مدخل الدولاب لحد ما بتلاقي عمود نور منور قدامها وبتروح تقف تحته، وبتسمع صوت حد بيتحرك حواليها، وبتتفاجئ بشخص شكله غريب قدامها، واول ما بيشوفوا بعض بيصرخوا وبيستخبوا من بعض، وبتحاول لوسي انها تقرب منه عشان تطمنه، وبتلاقي الشخص اللي قدامها جسمه نص انسان ونص حيوان، وبيقدم لها نفسه ان اسمه تومنوس وانه من مدينه نارنيا، ونارنيا دي هي كل مكان من اول العمود اللي قدامها لحد القلعه، وبتستغرب لوسي ان كل المكان ده موجود في الدولاب، وبيعرض عليها تومنوس انها تيجي معاه بيته ويعزمها على شاي سخن في الجو التلج، وبتروح معاه بيته وبتقوله ان الشتاء جميل في نارنيا وان جميل يبقى الجو تلج عشان يبقوا يحتفلوا دايما بالكريسماس، ولكن تومنوس بيقول لها ان مفيش اعياد في نارنيا من اخر 100 سنه فاتت وممنوع نهائيا الاحتفالات، وبيديها شاي تشربه وبيفضل يعزف لها، وبتنام وبتصحى على صوت عياد تومنوس وبيقولها انه شخص وحش لانه خاطفها حسب اوامر الملكه البيضاء، وانه مش عايز يخطفها لانها اول صديقه ليه، وعلشان كده قرر انه يسيبها تمشي، وبياخدها تومنوس وبيرجعها تاني لمكان العمود اللي قابلها عنده، وبترجع تاني من خلال البوابه اللي في الدولاب، وبتدخل البيت وبتفضل تقول لهم انها رجعت اخيرا وبتتاسف لهم انها اتاخرت عليهم، لكن كل الوقت اللي عدى ده بيكون بيتر اصلا لسه ما كملش العد لحد 100 في لعبه الاستغماية بتاعتهم، وبيبان ان حساب الزمن مختلف ما بين العالم الحقيقي وما بين نارنيا، وبتجمعهم لوسي وبتحكي لهم اللي حصل وانها قابلت واحد اسمه تومنوس، فبتروح سوزان عشان تتاكد من كلامها لكنها بتلاقي ان الدولاب ما فيهوش حاجه وكل اللي لوسي قالته كان من مخيلاتها، وبيجي الليل وما بتقدرش لوسي تنام بسبب انها واثقه من اللي شافته، وبتقوم تتسحب على مكان الاوضه وبيشوفها ادموند وهي رايحه ناحيه الدولاب وبتدخله، وبيدخل وراها لحد ما بيلاقي عالم كامل في الدولاب زي ما لوسي كانت بتقول لهم، وبيفضل ينادي ويدور عليها لحد ما بيلاقي ان في عربيه حصنه كانت هتدوس عليه، وبينزل سواها عشان يقتله لان ممنوع حد من شعب نارنيا يقف قدام عربيه الملكه البيضاء وطريقها، وقبل ما يذبحه بتؤمر الملكه البيضاء سواها انه يسيب ادموند، وبتساله هو ازاي دخل مملكتها، وبيقولها انه كان ماشي ورا اخته لوسي وانها جت المكان ده قبل كده لواحد اسمه تومنوس، وانها حكت كل اللي عملته ومحدش صدقها، وبتطلب منه الملكه انه يركب معاها عربيتها لان شكله بردان، وبيحكي لها عن اخته لوسي وبيقولها ان ليه 3 اخوات وجه هنا لانه كان بيطارد اخته، وبتطلع الملكه من معاها ازازه صغيره وبترمي نقطه منها على الارض، وبيظهر كاس فيه مشروب سخن لادموند وبعدها طبق حلويات، وبتعرض عليه انه لازم يجي اسرها هو واخواته لان ملهاش ابناء، وبتفكر انها تخليه يعيش معاها وتخليه ملك نارنيا كلها وهتخلي اخواته كلهم خدم عنده، وبيوافق ادموند انه هيحاول يجيب كل اخواته نارنيا، وبينزل من العربيه وبتودعه الملكه، وبيلاقي ان لوسي جات له وهي فرحانه لان هو كمان صدق قصتها، وبيرجعوا سوا للبيت من خلال الدولاب، وبتجري لوسي على بيتر عشان تصحيه وبتحكي له اللي عملته وان ادموند كمان جه معاها، وبيساله بيتر ان كان كلام لوسي حقيقي، ولكن ادموند بينكر انه كان معاها وبيخليها تعيط، وبتطلع من الاوضه وهي زعلانه لحد ما بتخبط في الاستاذ كريك وبتفضل حاضنه فيه، وبعد ما بيهديها بياخد بيتر وسوزان عشان يقول لهم انهم يعاملوا لوسي احسن من كده ويصدقوا كل كلامها مهما كان، لكن بيتر بيحكي له قصه العالم اللي في الدولاب وانها دخلته، وبيستغرب كريك اما بيسمع قصتها وبيقول لهم ان مهما كانت قصتها يصدقوها لانهم عيله واحده، وبيجي تاني يوم وبيكونوا كلهم بيلعبوا بالكره في الجنينه لحد ما بيضربها ادموند جامد وبتكسر ازاز اوضه في القصر، وبيجروا كلهم على الاوضه بيلاقوا تمثال واقع قدامهم وبيسمعوا
سمعوا ان ماكريدي جاي عليهم فبيهربوا بره الاوضه وبيقرروا انهم يستخبوا قبل ما ماكريدي تشوفهم، وبيدخلوا جوه الدولاب اللي فيه نارنيا وفعلا بيفضلوا يرجعوا لورا لحد ما بيلاقوا قدامهم عالم كامل في ظهرهم، وبيتاسف بيتر وسوزان للوسي انهم ما صدقوهاش، ولان الجو بيكون تلج بياخدوا جواكت من الدولاب وبتاخدهم لوسي عشان تعرفهم على تومنو الصديقه، لكنها بتلاقي ان باب بيته مكسور وبتجري عليه وبتلاقي بيته متكسر وتومنوس مختفي، وفي منشور في بيته بيتم اتهامه بالخيانه العظمى انه خالف تعليمات الملكه البيضاء وتعامل مع البشر، وبيسمعوا صوت بره البيت وبيحسوا ان في حد بيتحرك حواليهم، وبيطلع حيوان القندس وفجاه بيلاقوا الحيوان قادر يتكلم طبيعي معاهم وبيقول لهم ان تومنوس اتقبض عليه، وبيطلب منهم انه يروحوا لحد بيته، وبيقول لهم ان الامل الوحيد لانقاذ تومنوس من بين ايدين الملكه هو الاسد اسلان ملك الغابه الحقيقي، وان اسلان كان مختفي بقاله فتره لكنه رجع اخيرا ومستنيهم الاربعه، ولكن بيستغربوا ان ازاي هو عارفهم، وبيحكي لهم بيفر القندس ان النبوءه بتقول ان في ابطال من البشر هيظهروا في ارض نارنيا ويحرروها من ايدين الملكه البيضاء ويرجعوا السلام لنارنيا من جديد، ولكن بيتر بيقول انهم مش ابطال وبيشكره على ضيافته، وبيقرروا انهم يرجعوا تاني لكنهم ما بيلاقوش ادموند معاهم لانه بيكون اتحرك على قصر الملكه زي ما هي قالت له، وبيحاولوا كلهم يروحوا ناحيه القصر عشان ياخدوه، لكن بيفر بيقول لهم ان القصر خطر وادموند هو الطعم عشان يتقبض عليهم كلهم، وبالتالي تقدر الملكه انها تمنع النبوءه انها تحصل، وبيقول لهم بيفر ان اسلان هو الحل الوحيد لهم عشان ينقذ اخوهم من ايد الملكه، وبيتحركوا كلهم على مكان اسلان، وبيظهر ادموند وهو داخل القصر وبيشوف تماثيل كتير من الحجر حواليه في مدخل القصر، لحد ما بيلاقي ذئب بيهجم عليه وبيتكلم وبيامره انه ما يتحركش، وبيقول له ادموند انه بشري وجاي حسب كلام الملكه، وبيسمح له الذئب انه يقابل الملكه، وبتزعق له اول ما بتشوفه لانها قالت له يبقى يجيب اخواته معاه المره الجايه، وبيقولها انه قدر يجيبهم نارنيا وانهم قاعدين في بيت بيفر، وبتهدى الملكه شويه وبتامر كل الذئاب الموجوده في قصرها انهم يروحوا يهجموا على بيت بيفر، وبيجروا كلهم على بيته لكنهم ما بيلاقوش حد في البيت لان بيفر بيكون هرب بيتر واخواته من خلال نفق هو عامله لحد ما بيخرجهم بعيد عن البيت، وبيلاقوا ثعلب قدامهم وبيقول لهم انه هيساعدهم يفلتوا من الذئاب، وبيخليهم يستخبوا على شجره عاليه وبيتكلم الثعلب مع الذئاب وبيقول لهم ان البشر اتحركوا ناحيه الشمال، وبينجح انه يبعدهم عن المكان، وبيكون الثعلب من ضمن الجيش اللي بيحضره اسلان وهو كمان مؤمن ان النبوءه قربت تتحقق، وبيقول لهم بيتر ان كل اللي هو عايزه انقذ اخوه من عند الملكه، وبيكون ادموند محبوس في زنزانه في قصرها جنب زنزانه تومنوس، وبتدخل الملكه عليهم وهي متضايقه لانها ما قدرتش تقبض على اخوات ادموند، وبتامر خادمها انه يطلع تومنوس بره الزنزانه عشان ترعب بيه ادموند، وبتقرر انها تستخدم ادموند كطعم عشان تقبض على اخواته، وبيطلع ادموند من الزنزانه بيلاقي تومنوس اتحول لحجر، وبيفهم ان كل التماثيل الموجوده في مدخل القصر كانوا احياء قبل ما الملكه تحولهم لحجر زي تومنوس، وبيكون بيتر واخواته في طريقهم ناحيه اسلان، وبيعدوا على نهر متجمد وبيلاقوا ان في عربيه جايه من بعيد عليهم وبيفتكروا انها الملكه وبيهربوا منها لحد ما بيستخبوا، وبيطلع بيفر عشان يطمن ان الملكه مشيت لكنه بيلاقي ان اللي كان ماشي وراهم هو سانت كلوز وجاي عشان يديهم هدايا تساعدهم في حربهم ضد الملكه، وانه ظهر من جديد لان ظهورهم ادى امل جديد لنارنيا انها تتحرر من شر الملكه، وبيدي لوسي عصير النار وبيقولها انه بيشفي اي الم، وبيدي لسوزان اسهم وقوس عشان تستخدمهم في الحرب ومعاهم بوق ابيض، وبيقول لها انها وقت ما تحتاج المساعده تنفخ فيه، وبيطلع سيف كبير ودرع عشان بيتر وبيقول انه هيساعده في الفوز بالحرب، وبيودعهم وبيقول لهم انه يتمنى يشوفهم قريب تاني، وبيكملوا طريقهم ناحيه اسلان وبيلاقوا ان الجليد اللي على النهر بدا يتفكك، ولو فك مش هيقدروا يكملوا طريقهم، وبيحاولوا يعدوه بسرعه لكن الذئاب بتظهر حواليهم وبيحوطوهم هم على جليد النهر وبيهددهم انهم يرجعوا بيتهم وما يستمروش في نارنيا حسب اوامر الملكه ليهم، وبيشوف بيتر ان السد اللي وراه قرب ينهار والميه هتغرقهم، فبيغرز السيف بتاعه في قطعه الجليد اللي واقف عليها وبيمسكه في السيف جامد، وبينهار السد وكل الموجودين بيغرقوا ما عدا بيتر واخواته لانهم بيكونوا ماسكين في سيفه لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا على الارض، وبيكون ذوبان التلج ده من علامات النبوءه وان عهد الملكه البيضاء قرب ينتهي، وبتوصل الملكه مكان ما السد انهار وبيكون الذئاب جابوا الثعلب اللي وجههم غلط، وبتقول الملكه عليه انه خاين وقبل ما تحاول تقتله بيحاول ادموند انه يدافع عنه، وبيقولها ان اسلان بيكون جيش عشان يهجم عليها، وبتعرف الملكه خطه اسلان وبتقرر ان هي كمان تبني جيش خاص بيها، وبتقتل الثعلب قدام ادموند عشان تخوفه وتخليه ما يفكرش يخونها، وبيكون بيفر وبيتر وصلوا لمكان بناء جيش اسلان وبيلاقوا ان الجيش كله مبسوط بوصولهم لحد ما بيوصلوا لخيمه اسلان، وبيكون اسلان عباره عن اسد ضخم وبيرحب بيهم وبيسالهم عن اخوهم الرابع وبيحكي له بيتر اللي حصل، وبيشرح له بيفر ان ادموند خانهم وراح للملكه، وبيشرح اسلان ان نارنيا مملكه من اربع قروش وهو واخواته هم اللي هيحكموا نارنيا بعد هزيمه الملكه البيضاء، وبيسمعوا بوق سوزان وبيعرفوا ان سوزان في خطر، وفعلا بتكون مستخبيه هي ولوسي فوق الشجره من الذئاب اللي بيحاولوا يقتلوها، لحد ما اسلان وبيتر بيوصلوا لهم وبيقدر بيتر انه يقتل واحد فيهم وينقذ اخواته، وبيسيب اسلان الذئب
الذئب التاني انه يهرب عشان يطردوه ويعرفوا طريق الملكة وإدموند كمان، وبينجحوا انهم يوصلوا لمكان إدموند وبيحرروه قبل ما الملكة تجيلهم، وبياخدوا إدموند وبيرجعوا بيه لأسلان. وبعد ما أسلان بيتكلم معاه بيخليه يرجع تاني لإخواته، وبيقعدوا كلهم وبيقترح عليهم بيتر انه يرجعهم كلهم البيت ويفضل هو عشان يساعد أسلان في الفوز بالحرب. لكن إدموند بيعترض على كلامه وبيقول ان كل اللي حصل ده بسبب خيانته وانه مش هيسيبه أبدا، وبيقرروا كلهم انهم يفضلوا سوا ويساعدوا شعب نارنيا في الانتصار على الملكة البيضة. وبتقوم سوزان تتمرن على ضرب الأسهم، وبيسمعوا خبر ان الملكة البيضة طلبت قبل أسلان وجاية بنفسها تتكلم معاه في خيمته، وبيروحوا وبيشوفوها وهي جياله، وبتقوله ان من قوانين نارنيا ان اي خاين بيتم تسليمه ليها، وإلا هيتم تدمير نارنيا كلها ويتم اعدام الخاين، ودي قوانين ما ينفعش تتخالف. وبياخد أسلان الملكة في الخيمة بتاعته عشان يتفاوضوا بخصوص إدموند، وبيقدر يقنعها انها تسيب إدموند معاه مقابل حاجة بيتفقوا عليها سوا من غير ما حد يعرفها. وبيجي الليل وبتحس لوسي انها أسلان رايح لمكان بالليل، وبتصحي سوزان اختها عشان يراقبوه، لكنه بياخد باله منهم وبيطلب منهم انه لازم يروح المشوار لوحده من غير ما يراقبوه وانهم لازم يثقوا فيه، لكنهم ما بيقدروش ينفذوا كلامه وبيراقبوه من بعيد. وبيلاقوا ان أسلان راح للساحره وسط جيشها وبيعاملوه معامله سيئه وسطهم، وبيكتفوه بعد ما بيحلقوا له شعره، وبيبان ان أسلان اتفق معاه على انها تاخد حياته بدل حياه إدموند. وبتتكلم الملكه مع الجيش بتاعها ان من النهارده نارنيا هتبقى ملك ليهم للابد بموت أسلان، وبترفع ايدها لفوق بالسكينه وبتطعن أسلان وبتقتله قدام لوسي وسوزان وهم مراقبينه من بعيد. وبتؤمر الملكه الجنرال بتاعها بتجهيز الجيش عشان هيهجموا على جيش أسلان ويخلصوا عليه، وبيسيبوا أسلان ميت في مكانه، وبيستنوا لوسي وسوزان ان المكان يفضى، وبيروحوا لأسلان وهم بيعيطوا انه ضحى بنفسه عشان خاطر اخوهم، وبيكون لازم يبلغوا بيتر وجيشه ان الملكه اعلنت الحرب عليهم، وبيقدروا انهم يبلغوهم عن طريق الاشجار اللي حواليهم، وبتخليه يجهز للحرب لان أسلان مات، وبيجهزوا الجيش عشان يتقابلوا في ارض الحرب. وبيكون جيش الملكه اكبر واقوى من جيش أسلان، وبيبدا بيتر الحرب من خلال انه بيامر كل الطيور بالهجوم عليهم، وهم شايلين صخور كبيره وبيرموها عليهم من فوق عشان يقتلوهم، وبيشتبك الجيشين سوا، وفي نفس الوقت بتكون لوسي وسوزان نايمين جنب أسلان وهو ميت، وبيكونوا مش عايزين يسيبوه لكنهم بيمشوا عشان الحرب بدات وعايزين يساعدوا فيها. وقبل ما يسيبوا أسلان بيلاقوا الصخره اللي عليه اتكسرت وهو اختفى وظهر قدامهم من جديد وهو حي، وبيفرحوا هما الاثنين انه عايش، وبيسالوه عن تفسير للي حصل، وبيقولهم أسلان ان الملكه مش فاهمه معنى السحر الموجود في نارنيا، وان الشخص اللي بيتقتل بسبب الخيانه وهو بريء بيرجع تاني للحياه لانه مظلوم، ودي حاجه هي ما كانتش تعرفها. وبتقول له لوسي ان الحرب بدات وكل الجيش فاكرين انه مات، وبيقولها أسلان انهم هينضموا للحرب لكن مش لوحدهم، وبيكون أسلان عنده خطه ناوي ينفذها، وبيتحركوا كلهم على قصر الملكه، وبيقدر انه يحرر اي حد متحول لحجارة عشان يساعدوه في الحرب ومنهم تومنوس. وبيكون جيش الملكة اقوى بكتير وبدأ انه ينتصر على بيتر واللي معاه، وبتكون الملكة رايحة ناحية بيتر عشان تقتله، لكن إدموند بيهجم عليها وبيقدر انه يكسر العصاية اللي بتحول بها الاشخاص لحجارة، لكن بعد ما عصايتها بتتكسر بتطعن إدموند وبيقع في الارض قدام بيتر، وبيحاول بيتر انه يهاجم الملكة لكنه ما بيقدرش انه يصيبها، وبيظهر قدامها أسلان وكل الجيش اللي معاه وبيهجموا على الجيش بتاعها، وبيبدأ جيش أسلان هو اللي يكسب. وقبل ما الملكة تقتل بيتر بيهجم عليها أسلان وبيقتلها وبيكسبوا الحرب، وبيجروا كلهم على إدموند قبل ما يموت، وبتستخدم لوسي الدواء اللي معاها عشان تشفيه، وبتبدا انها تشفي كل واحد في الجيش عشان تنقذه قبل الموت. وبيتم القضاء نهائيا على الملكه البيضة، وبيتم تنصيب الاربع اخوات كملوك لمملكه نارنيا، وبيقعدوا على العروش بتاعتهم ومعهم أسلان، وبيتم تقسيم المملكه عليهم كلهم، وبتكون لوسي الشجاعه هي ملكه البحر الشرقي، وإدموند العادل هو ملك الغابات الغربيه، وسوزان هي ملكه ارض الشمس الجنوبيه، والملك بيتر العظيم ملك السماء الشماليه، وكل شعب نارنيا بيقدموا تحيتهم للملوك الجداد وبيحتفلوا كلهم سوا. وبتكون لوسي شايفة أسلان وهو بيبعد عن القصر، وبيقولها تومنوس انه هيرجع تاني وقت ما نارنيا تكون محتاجاله. وبتعدي السنين وبيكبروا ملوك نارنيا، واثناء ما بيكونوا كلهم ماشيين سوا في الغابة بيشوفوا العمود اللي كان جنب الدولاب اللي هم دخلوا منه من سنين، وبتروح لوسي تدور على الدولاب، وبيقدروا انهم يوصلوا للدولاب من تاني وبيدخلوا فيه، وبيقعوا كلهم على أرضية البيت، وبيلاقوا نفسهم ورجعوا أطفال تاني، وبيفتحوا أستاذ كريك الباب وبيقول لهم انه كان بيدور عليهم بقاله ساعات، وبيسالهم هم كانوا فين كل ده، وبيقول له بيتر انه لو حكى له مش هيصدقهم، فكريك بيقول انه اكيد هيصدقه، وبيكون كريك عارف كل عالم نارنيا وانه راح له قبل كده. وفي نهايه اليوم بتحاول لوسي انها ترجع لنارنيا لكنها بتفشل، وبتفضل تفتح وتقفل باب الدولاب يمكن تلاقي نارنيا ظهرت، لحد ما بيجي من وراها كريك وبيقول لها ان نارنيا مش هتظهر تاني لانه حاول كتير انه يرجع لها من تاني لكنه فشل، لكن الاكيد ان نارنيا هتظهر من جديد لو هي محتاجاهم ينقذوها لانهم ملوك نارنيا. And all that runs through my flesh is a spirit of trust.